لسانك حصانك إن صنت حصانك، هكذا يقولها العرب. وفي الحرب ستكون معلوماتك وخططك العسكرية هي ذلك الحصان، وفي حال سقطت تلك الخطط العسكرية في الحروب بيد العدو فذلك يعني أنك أصبحت كتابا مفتوحا أمام عدوك، وقد يعني ذلك خسارة مسبقة للحرب وإن طالت قليلا. نعم، وها نحن أمام أهم وأقوى مؤسسة عسكرية في العالم، إنه البنتاغون الأمريكي. وبعد أن فشل في الحفاظ على أسراره العسكرية، لتتدخل هذه المرة وزارة العدل الأمريكية وتحقق في الأمر الذي قد يدخل الولايات المتحدة في أزمة كبيرة كانت في غنى عنها. وبحسب نيويورك تايمز، فإنه تم تسريب 100 وثيقة سرية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وتوضح بالتفصيل القدرات القتالية لأوكرانيا ونقاط الضعف المحتملة وجهود الناتو الواسعة للمساعدة في صد الغزو الروسي، وملفات خاصة بالشرق الأوسط والصين. لتشكل هذه التسريبات كابوسا عظيما ليس للولايات المتحدة فقط، بل لبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا أيضا اللواتي يتبادلن المعلومات الاستخباراتية. فيا لها من ضربة في مقتل للغربي، فمن ذا الذي كشفها؟ يجيب المسؤولون الأمريكيون أنه من المرجح أن تكون روسيا أو عناصر جاسوسية موالية لها وراء تلك التسريبات وفق رويترز. فيا له من سقوط مدون، فإن ذهبت أفلام جيمس بوند من هذا الفشل الاستخباراتي. وإن صحت المعلومات فقد وقعت بيد الدب الروسي ليعلن حينها انتصاره بهذه الحرب. فهل هي معلومات صحيحة؟ منا هنا فخا في الأمر. وهنا تتواصل الضربات الأمريكية لحليفتها الأوكرانية، حيث أن الولايات المتحدة تقوم جهود بعض الحلفاء الأوروبيين لمنح أوكرانيا خارطة طريق لعضوية حلف الناتو، وذلك بقمة الحلف المقررة في يوليو المقبل وفق صحيفة فاينانشال تايمز. ومن الحروب الدائرة إلى أصحاب العيون الضيقة، ونقصد بكين، حيث اجتمع الرئيس الصيني بنظيره الفرنسي. هناك أكد شي جين بينغ لماكرون ضرورة توفير الظروف الواقعية لتسوية أزمة أوكرانيا سياسيا، لكن ماكرون اتجه نحو الحديث عن عدم جواز وضع أسلحة نووية لدولة ما على أراضي دولة أخرى، في إشارة للأسلحة الروسية في بيلاروسيا. ليرد عليه المتحدث الروسي ديمتري بيسكوف بشكل ساخر بقوله: منذ فترة طويلة لم نسمع مثل هذه الانتقادات الشديدة من الرئيس الفرنسي تجاه الولايات المتحدة. أي أن أمريكا تضع أسلحتها في العديد من الدول، فلماذا لم تتكلم عندها يا ماكرون؟ وكما يقولها المثل اليمني، حقكم حق وحق الناس مرق. ليأتي الدور على الرئيس الأوكراني الذي عاود الظهور مجددا، ولكن أين؟ نعم، لقد ظهر إلى جوار الجنود المسلمين، وبعد أن أحرق الجنود الأوكران كتاب المسلمين المقدس القرآن الكريم، وكان زيلنسكي يقدم الاعتذار. لكن هل انتظرت كل هذا الوقت يا هذا؟ زيلنسكي استغل شهر رمضان المقدس للمسلمين ليقيم مأدبة إفطار لهم ويقوم بتكريم عدد من الضباط والجنود المسلمين في الجيش الأوكراني، متعهدا باستعادة شبه جزيرة القرم وإنهاء ما وصفه بالاحتلال الروسي لها. وهنا يؤكد الرئيس الأوكراني على شرطه للسلام قائلا بأنه ليس له ولا لأوكرانيا بل ولا للعالم بأسره بديلا عن استعادة شبه جزيرة القرم. هناك انبرى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف ليرد على زيلنسكي قائلا إن أوكرانيا ستزول من الوجود، فمن يصل لهدفه أولا برأيكم؟ ومن المعارك الكلامية إلى حرب الغذاء، حيث لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعمل خارج نطاق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود إذا لم يتم تذليل العقبات أمام الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة، محذرا الدول الغربية من أن أوكرانيا قد تضطر لتصدير الحبوب عن طريق البر أو الأها. وقت الكلام وحان وقت العمل. التنين الصيني يكشر عن أنيابه تجاه الجزيرة التايوانية. هنا تؤكد الصين نفاد صبرها تجاه جزيرة تايوان وتنفذ تدريبات شبه واقعية على آلية غزو تايوان،
حيث أعلن الجيش الصيني بدء تلك التدريبات العسكرية لمدة 3 أيام في مضيق تايوان. هذه المناورات يتم التعامل بها قبل أي حرب، كما فعلت روسيا قبل غزو أوكرانيا، لتركز تلك التدريبات على هدف السيطرة على البحر والمجال الجوي والإعلام والتطويق الكامل لتايوان. حيث تأتي هذه المناورات الواقعية عقب عودة رئيسة تايوان ساي إنغ وين من زيارة للولايات المتحدة، والتي لطالما حذر الصينيون منها. نعم، أصحاب العيون الضيقة يعلنون أن وقت المزاح قد انتهى، وهي وزارة الدفاع التايوانية تعلن رصد 71 طائرة وتسع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقترب من الجزيرة بشكل كبير وواضح. فهل يفعلها التنين الصيني؟